بكثير من القلق والخوف يراقب الشارع اليمني حالة الارتفاع الجنوني للأسعار، خصوصا ما يتعلق بالسلع الغذائية وبقدرة تفوق طاقة المواطن الشرائية، حيث تصبح معها حياة الناس جحيما لا يطاق. بالنسبة للأسعار يعني كل يوم سعر، وخاصة يعني في من مدينة التربة تجد يعني عند التاجر في بعض السلع سعر، واليوم الثاني في سعر الزبادي. بالنسبة للزبادي بعض البقالات تبيعهم 170 والبعض يبيعهم 200 ريال. الانهيار المتواصل لقيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بات كابوسا يؤرق المواطنين هنا في ريف محافظة تعز، المنطقة الأكثر كثافة سكانية والتي يعمل أغلبهم بالأجر اليومي، ناهيك عن استغلال التجار لذلك والعمل على رفع الأسعار بشكل مضاعف في ظل غياب رقابة السلطات المعنية. العملة الآن الأيام هذه في حالة تلاعب مستمر ما بين طلوع وصعود ونزول في العملة، أدى إلى جنون التجار وارتفاع الأسعار والمواد الغذائية والمواد الأساسية ومواد البناء بشكل ملحوظ. فارق سعر الصرف بين مناطق الحكومة الشرعية والمناطق التي تخضع لسيطرة الانقلاب ومنع الميليشيا التعامل بالعملة الجديدة فاق ما هو الآخر من موجة ارتفاع الأسعار وارتفاع قيمة نسبة التحويلات المالية. يرتفع يرتفع، قل لك الدولار السعودي، أي حاجة قل لك الدولار السعودي، يعني عيشة الواحد يعني حتى لو ما معوش يموت قوة عشان الدولار والسعودي. هذا الوضع الاقتصادي المنهار يحدث بينما تظل الحكومة الشرعية في موقف المتفرج دون اتخاذ أي إجراءات لإنقاذ حياة اليمنيين والحيلولة دون الانهيار الاقتصادي الكامل.